أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. فريق بيراميدز تعادل مع الزمالك بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي امبارح ضمن منافسات الجولة الأولى، ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة الدوري. حصد وليد الكارتي لاعب بيراميدز جائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك واللي جمعتهم على استاد الدفاع الجوي، وده كان ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري. فريق الاتحاد السكندري فاز على سيراميكا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح على استاد الإسكندرية، وده كان ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري. حصد الغاني مورو ساليفو لاعب فريق الاتحاد السكندري جائزة رجل مباراة فريقه أمام فريق سيراميكا ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري. فريق مودرن فيوتشر فاز على فاركو بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، وده كان ضمن منافسات الأسبوع الأول بالدوري. أما باسم علي لاعب نادي مودرن فيوتشر فحصد جائزة رجل مباراة فريقه أمام فرقه في المباراة اللي جمعتهم امبارح بعدما قدم اللاعب مستوى مميز طوال المباراة. فريق كرة السلة الأهلي تغلب على نادي إجنايت الأمريكي بنتيجة 82-76 في أولى مباريات بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة واللي بتقام بسنغافورة وهتستمر حتى يوم 24 من شهر سبتمبر الجاري. مصطفى مكاوي لاعب فريق كرة سلة الأهلي حصد جائزة رجل مباراة الأهلي أمام نادي إجنايت الأمريكي واللي انتهت بفوز الأهلي في أولى مباريات كأس العالم لأندية السلة. أما المنتخب الوطني للجمباز الفني بيواصل استعداداته للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني واللي هتبدأ في يوم 30 سبتمبر القادم ببلجيكا، ويخوض منتخب مصر رجال وأنسات معسكر مغلق حاليا في جورجيا قبل انطلاق بطولة العالم. فريق ليفربول حقق الفوز على لاسك لينز بنتيجة 3-1 في مباراة اللي جمعت الفريقين امبارح ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للدوري الأوروبي. والمهاجم المصري عمر مرموش قاد فريقه أيندراخت فرانكفورت الألمانية للفوز على ضيفي فريق أبردين الإسكتلندي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2023-2024. أما النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي فتصدر التشكيل المثالي للجولة الأولى من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا، وتواجد النجم المغربي أشرف حكيمي بعد تسجيل هدف في مرمى فريق بروسيا دورتموند الألمانية.